غموض وصدور المرسوم عدد 8 تم يعني إيلاء هذا الموضوع أهمية بالغة، على اعتبار أنه الولاية العامة للهيئة على الشأن الانتخابي تقتضي مراقبة كل الفضاء العام. هيئة الانتخابات قامت بانتخاب هذه المجالس وتحديد الصلاحيات والقوانين غير من مهام مؤسسات أخرى. 4 ضرورة احترام البيانات الوجوبية لأهمها احنا اعتمدناها الاسم واللقب رقم بطاقة التعريف الأمضاء واسم الأم فيما زاد على ذلك تجاوزناه. مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام، على حيثية الأحكام، على تعليل الأحكام، وسوف نتخذ القرار. المحكمة الإدارية وفقها قضاءها اللي احنا تقريبا في علاقة مباشرة في كل المسارات الانتخابية منذ سنة 2011، وبالعكس يمكن ما ثم حتى واحد يشك في مهنية وحرفية واستقلالية ونزاهة المحكمة الإدارية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كذلك ملتزمة دائما بتنفيذ كل الأحكام القضائية. قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية.